الوصول بالثقافة لكل شبر في مصر وتبني المواهب الحقيقية في الأقاليم وتحقيق العدالة الثقافية كان حلم وهيتحول لواقع قريب جدا بعد هذا البروتوكول اللي تم توقيعه بالأمس ما بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما بين وزارة الثقافة اللي هتساهم أيضا في توثيق وحفظ ونشر الفنون المسرحية وعروض الأوبرا لكل بيت في أصغر نجع وفي أصغر قرية. عشان نتعرف أكتر أيضا على هذا الأمر معانا على الهاتف الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. صباح الخير يا فندم. اهلا. صباح الخير. اهلا بيكم. صباح الخير يا فندم. دكتوره ايناس، يعني تفاصيل هذا البروتوكول، ربما احنا يعني عندنا بروتوكول تم التعاون مع حضرتك او مع ممثله في وزاره الثقافه مع الشركه المتحده، ازاي اقدر يعني اصطفي او اخذ او انقي الاعمال الابرز لعرضها على شاشات المتحده؟ اولا طبعا يعني الحقيقه انتم شرحتوا بشكل كافي البروتوكول، والباشمهندس حسام يعني الحقيقه وضح بشكل كبير جدا. انا بس حابه اضيف حاجه، لان يعني كنت بستمع للحوار، يعني في سؤال حضرتك سالته اللي هو ان في مبدعين او في فنانين او في اعمال لبعض فنانين ولا يتبع وزاره الثقافه. بالزبط. الحقيقه المنتج الثقافي مش عاملين وزاره الثقافه، المنتج الثقافي هو ما تحتوي عليه الوزاره من اعمال لفنانين ومبدعين، فبالتالي ده بيساعد بشكل كبير لان احنا بنستقبل كل الاعمال للمبدعين والفنانين. اهم ما في هذا البروتوكول، وانا سعيده جدا بهذا البروتوكول الحقيقه، لان اخيرا هنقدر نوثق اعمالنا وشغلنا وشغل المبدعين المصريين، لان توقفنا لفتره وما كانش فيه يعني متاح هذا. مهم جدا اولا طبعا نقل الاعمال والعروض المسرحيه، لان مسرح الدوله بيقدم عروض محترمه جدا جدا، ولكن هي غير متاحه للجميع زي ما بنقول. اولا لان يمكن عدد المسارح مش كبيره، يمكن عدد المقاعد داخل المسارح مش كبيره. صحيح احنا بنتواجد الحمد لله مؤخرا وزاره الثقافه تتواجد على مستوى محافظات الجمهوريه، لكن مع هذا البروتوكول هيتيح لنا ان احنا الحقيقه انتشار بشكل كبير جدا، عرض هذه الاعمال الهامه والجاده، توثيقها، وده اهم شيء بالنسبه لنا الحقيقه. بالزبط. ذاكره المسرح المصري، وان يبقى موجوده مع الشركه المتحده للحفاظ عليها، ده شيء عظيم جدا. طبعا تحقيق العداله الثقافيه اعتقد والباشمهندس حسام اتكلم عليها، ده شيء مهم جدا جدا، لان مهما كن بمحاولاتنا والوصول لفئات كثيره، لكن من خلال قنوات المتحده طبعا المنتشره واللي فيها مشاهده عاليه جدا، هيبقى تحقيق هذا الهدف اسهل بكثير جدا. دكتوره ايناس، حضرتك اتكلمتي عن حاجه مهمه جدا وهي توثيق الاعمال دي، لانه في الاخر حتى لو الاعمال عليها قبول من الناس، هي في الاخر تذاكر، عدد تذاكر، لكن النهارده احنا قادرين نشوف الاعمال دي، ملايين من المصريين قادرين ان هم يتفرجوا عليها. مش بس مسرح، كمان عروض الاوبرا هتتاح للجمهور. هل كل الفنون بقى من اوبرا لباليه لموسيقى عربيه هتكون متاحه؟ طبعا هو ده الهدف الاساسي. وفي يعني من خلال البروتوكول احنا في خريطه باذن الله بتوثق، لان برضو حضرتكم سالتوا نفس السؤال، في خريطه هتكون من خلال البروتوكول على مدار العام، لان طبعا الفعاليات الثقافيه مش فقط عروض المسرح ودار الاوبرا وحفلاتها، لا طبعا في معارض كتاب على مستوى الجمهوريه، في ندوات ومؤتمرات ثقافيه مهمه جدا، في المتاحف، في محتوى قوي، والحقيقه مصر غنيه جدا جدا بهذا المحتوى، وعندنا كنوز عظيمه جدا. من خلال هذا البروتوكول بنضع الخريطه، ويعني باذن الله، لان طبعا اولا كمان في فعاليات دوليه مهمه جدا يعني في جميع المجالات الثقافيه والفنيه، فكل ده هتكون خريطه، فبالتالي ده هيساعد الشركه المتحده معانا بان يبقى في خريطه معروف بتواريخ معينه، لان طبعا اكيد حضراتكم تعلموا ان في فعاليات ثقافيه ثابته بتواريخ دوليه الحقيقه. فيعني هو انا عايز اقول ان المحتوى ضخم جدا وكبير جدا. احنا بنقيم كم من معارض الكتاب على مستوى محافظات مصر
ضخم بشكل كبير جدا جدا، ومش بنكتفي بان نقدم فقط المعرض، لكن من خلاله بنقدم انشطه فنيه وادبيه وثقافيه كثيره جدا جدا. فاذا المحتوى ضخم جدا، وده طبعا ده من خلال البروتوكول احنا بنقدر وهم بيقدروا من خلال خريطه العرض ليهم ان هم ينسقوا هذه المواعيد. طب ازاي نستغل التاثير النفسي على كل المبدعين المصريين ان هم يتنافسوا بجد؟ يعني انا لما اعمل مسرحيه وابقى عارف ان انا هعزم كذا واحد عليها وهتتشاف في نطاق ضيق، غير لما اعرف ان انا عملي هيذاع على شاشات المتحده، استغل ده ازاي بقى كوزاره الثقافه؟ بص حضرتك، احنا اساسا يعني المحتوى الثقافي اللي بيقدم في تطوير بشكل كبير جدا جدا، والتطوير هنا لاحترام عقل المتفرج الحقيقه، ده نمره واحد. المنافسه هنا يعني اكيد بالتطوير اللي بيحصل، وخاصه من خلال البروتوكول هيطور امور كثيره جدا جدا زي ما بتقول حضرتك في حركه المسرح، لكن هي في النهايه هو مسرح الدوله، فهو منوط باعمال محترمه، منوط باهداف معينه. الحقيقه كمان مساحه الشباب والمشاركه فيها مساحه كبيره جدا جدا، ولكن انا بشوف ان هذا البروتوكول من اهم كمان اهدافه الحقيقه، ان احنا اوكي وزاره الثقافه بتعمل بخطه كبيره جدا لاكتشاف المواهب، لكن من خلال هذا البروتوكول هيساعدنا في اكتشافهم اكبر وانتشارهم اكثر الحقيقه في مجالات متعدده، وهيشجعهم اكثر طبعا طبعا. ليه؟ لان كمان الهدف واضح، يعني الهدف واضح، رعايه من وزاره الثقافه، ايضا دعم من الشركه ان هي تفعيلهم في اعمالها الفنيه، يعني هيكون في دعم واضح وكبير جدا. بصراحه هي خطوه عظيمه جدا صحيح. جدا، وبتعني اهتمام الدوله بالثقافه والفنون الحقيقه والهويه المصريه. دكتوره انس، احنا مهتمين نعرف برضو حاجة تانية، يعني الشركة المتحدة كان عندها يعني تجربة حلوة قوي مع برنامج الدوم في اكتشاف المواهب في جميع المحافظات، ازاي وزارة الثقافة هتعمل نفس الحاجة؟ ايه الآلية اللي هتكتشفوا بيها المواهب؟ حابين نعرف قوي حاجة يا أستاذتي. برنامج الدوم الشركة المتحدة مع وزارة الثقافة أيضا مع وزارة الثقافة، وكان في آلية كبيرة جدا، وده تم كله من خلال مراكز قصور الثقافة على مستوى الجمهورية والمبدعين اللي كانوا موجودين في كل مكان. بصي حضرتك، وزارة الثقافة وزارة عريقة جدا وتاريخها قديم وكبير جدا، احنا متواجدين كمسابقات وكمبادرات وكاكتشاف للمواهب في مجالات متعددة كثيرة جدا على مستوى الجمهورية، ولكن هذا البروتوكول هيتيح سهولة في حاجات كثيرة جدا جدا جدا، وهيساعدنا احنا الحقيقه كوزاره، وفي النهايه هي الدوله، ان احنا في الانتشار، ان احنا يكون نوصل لفئات كثيره جدا صعب الوصول ليها، مهما يعني الحقيقه يعني القنوات اللي هتكون متاحه والبرمجه اللي هتتم، احنا محتاجين عوده البرامج الثقافيه ثانيه من خلال ما تقدمه وزاره الثقافه مع هذا البروتوكول. يعني انا عارف ان اهتمام حضرتك في الاصل موسيقي يا دكتوره، هل هينعكس ده ايضا على ما ستقدمه الشركه المتحده؟ يعني البرامج الموسيقيه هيبقى ليها حضرتك فندم، يعني اعتقد احنا كوزاره الثقافه الحمد لله يعني في هذه المرحله بتقدم كل اشكال الابداع والفنون وفي جميع المجالات، فاعتقد ان ده واضح جدا في خريطه وزاره الثقافه، وهيكون واضح اكثر في هذا البروتوكول الحقيقه، وده بينعكس على النشاط اللي بيقام، لان زي ما بنقول احنا بنتكلم في المسرح، بنتكلم في الفكر الثقافي ايضا، لان هو ده المهم. وزي ما حضرتك سالت برضه الباشمهندس حسام، انت بتساله بالنسبه للافلام الروائيه القصيره؟ ايوه. وبالنسبه لا انا عايز اقول لحضرتك ان وزاره الثقافه تمتلك كنوز بقى في هذا، انا متاكد كنوز على مدار سنوات قديمه، فده هذا المحتوى برضه باذن الله هيكون متاح للمتحده، لان ده مهم جدا جدا لانعاش ذاكره الثقافه المصريه، وده باذن الله هيكون متاح للقنوات، ودي من يعني ضمن الخطه الموضوعه باذن الله. معالي الوزير، يعني اخيرا عايزه اعرف من حضرتك حاجه، هل احنا المشروع ده بيطمئن اهالينا في المحافظات والصعيد وكل انحاء الجمهوريه انه المشروع ده هيخدمهم؟
لا يا فندم اكيد، يعني احنا والحقيقه يعني من قبل هذا المشروع واحنا متواجدين، واعتقد انك حضرتك ذكرتي هذا، وزاره الثقافه متواجده على مستوى محافظات مصر بعده مبادرات مهمه جدا جدا، ولكن مؤخرا الحقيقه كان في مبادره مهمه ان احنا مع وزاره السياحه والاثار تواجدنا في اكثر من محافظه وفي اكثر من يعني مكان اثري. الحقيقه بنقدم فعاليات مهمه جدا جدا جدا. احنا بنقول من خلال هذا البروتوكول اذا كنا بنوصل ل 4000 و5000 في الحدث اعتقد هنوصل لملايين مع هذا البروتوكول. صحيح صحيح، انا متخيل بالفعل يعني حجم التاثير النفسي على كل مبدعي مصر في كل المحافظات، ان وحجم الحراك، يعني احنا القينا بحجر في مياه ربما تكون كانت وراء كده واقفه بقالها كتير، لكن ان انا اشجعهم ان هم يعرضوا اعمالهم يعني اعتقد هيفرق معاهم نفسيا كتير جدا. بس انت بشكرك يا فندم دكتور انس. اسمح لي مؤخرا حقيقه اتوجه بالشكر للشركه المتحده، لان حتى من قبل بدء هذا البروتوكول الحقيقه وهم معانا بالفعل. صحيح. يعني كانوا بروتوكول نقدر نقول غير رسمي في نقل كثير من الاحداث الهامه اللي بتتم في وزاره الثقافه، وكويس انه اتقنن او اتعمل له اطار قانوني. صحيح، شكرا ليكي دكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه، بشكر حضرتك وبنتمنى لكل مبدعين مصر التوفيق. فرصه يا جماعه اشتغلوا، اعملوا مسرح، اعملوا سينما، اعملوا افلام، اعتقد ان يعني الفرصه دلوقتي افضل مما كانت سابقا. احنا تحمسنا جدا للفكره دي ومتحمسين قوي للبروتوكول ده، متحمسين كمان نشوف اعمال من مختلف المحافظات المصريه نشوفها على التلفزيون ونقدر ان احنا نستمتع بيها، وفي نفس الوقت نشجع المبدعين انه نشر الثقافه ده من اهم الحاجات اللي مجتمعنا كان معروف بيها طول عمره، وان شاء الله هنكمل في الرياده في هذه النقطه بالتحديد.